عقدت عائلة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول اليوم مؤتمرا صحفيا خاطبت فيه حركة حماس حول قضية نجلها التي تؤكد الحركة أنها أسرته خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن تلقي عائلة الجندي الأسير شاؤول رسالة موقعة باسمه نقلت لها عبر جهات مختلفة من حركة حماس. مصير الجندي الإسرائيلي ما بين رواية حماس وإسرائيل في تقرير مراي. أمي الغالية، أنا أسمع المطر يتساقط من حولي لكنني لا أراه ولا أشعر به، لأنني اكتشفت أنه ليس من حقي منذ أن أسرت. أنتظر أي خبر يفرحني ويعيدني إليكم. أنا أريد التحرر من الأسر. هذا ما جاء في رسالة أرسلت عبر وسطاء إلى عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود أورون شاؤول، الذي تزعم حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسره. حالة من الهيجان أصابت العائلة التي ما زالت بين الشك واليقين حول رواية الجيش بأن الجندي قتل في الشجاعية ولم يبق منه في أسر حماس سوى أشلاء. والجيش الإسرائيلي يقول إن الرسالة عبارة عن تلاعب بشع بأعصاب العائلة الثكلى. لو كانت وصلتني معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، من المؤكد أنني لن أتوجه إلى الصحافة. ما يقلقني هو كل هذه الرسائل الغبية التي تصلني من حماس. وتتابع الرسالة بالقول: لن أنكر أنهم يعاملونني بلطف، لكن الأمر الذي يقززني هو أنكم ستتركونني لسنوات طويلة مثل ما فعلت الحكومة بالجندي جلعاد شليت. هذا يوم حتى يومنا هذا لا تتوفر لدينا أي براهين بأن أورون حي أو ميت. نحن في حالة عدم يقين كاملة. وورد أيضا في الرسالة: اكتشفت من آسرية أنني لن أعود قبل إطلاق سراح أسراهم. وتنتهي الرسالة بعبارة توسل لوالديه: أمي، أبي، أطلب منكم العمل لأجلي. وكانت حماس قد أعلنت في 20 من تموز يوليو في العام 2014 أسرها الجندي الإسرائيلي أثناء الحرب الأخيرة في غزة، بينما تؤكد إسرائيل أنه قتل واختطفت جثته على يد عناصر حماس. إلى ذلك هنالك قيادات إسرائيلية لا تجزم بوفاة الجندي، وربما تشير إلى أن المعلومات حول وفاته كانت منقوصة وغير مكتملة، وأن الرسالة مفبركة تحاول إسرائيل من خلالها تحريك الملف من أجل قول شيء ما أو الكشف عن معلومات جديدة لاحقا أو فتح الباب أمام حراك شعبي يحرك حالة الجمود. سننتظر شهر أو شهرين لنرى إذ كان هنالك تقدم في موضوع أورون، عندها سنقرر كيف سنتصرف. الأيام القادمة ستشهد إذا كانت الرسالة فعلاً من الجندي أو بالأحرى من حماس، فبذلك تكون قد تنازلت عن تكتيك ما يعرف بالمعلومة مقابل الثمن، ما يشير إلى أن الحركة معنية بتحريك ملف الأسرى، أو أنها معنية بتحريك ملفات إضافية ربما تكون المعابر من ضمنها، في ظل حالة الضغط التي بدأت تشعر بها فعلياً في قطاع غزة. نقاش ذلك انضم إلي عبر الهاتف الخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية سيد إيال عليمة. مرحبا بك يا سيدي معنا. مساء الخير سيد إيال. إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع الذي يشغل الرأي العام الإسرائيلي اليوم تحديدا، ما هي التوقعات العسكرية لدى إسرائيل؟ هل تؤمن فعلا أن شاؤول أورون لا زال لدى حماس؟ لا، في الواقع على اعتقاد وكما أشرتم هو أن هذه الأنباء التي تنشرها حماس هي بمثابة تلاعب في مشاعر وفي عواطف العائلات، لأن عندما توصلت الحكمية العسكرية والتوصل إلى مثل هذا القرار بمقتل أو وفاة جندي ليس بسهل. هناك حاجة في توفر دلائل طبية وشرعية قاطعة، وعندما تم التوصل إلى الإعلان عن مقتل الجندي أورون شاؤول وكذلك هادار جولدن كانت هناك معلومات ودلائل قاطعة حول مقتلهما.
ولكن ما يحدث حاليا وكما استمعنا من والدة الجندي أورون شاؤول، لا يوجد لديهم أي ثقة بهذه المعلومات لأنه لم تتوفر أي دلائل تثبت ذلك، ولذلك هناك تلاعب في مشاعر العائلات. وكما قالت، إذا كانت فعلا هناك أي دلائل أو إثباتات بأن الجندي لا يزال على قيد الحياة، فلتتفضل حماس وتنشر أو تثبت هذه الدلائل. واضح أن هناك نوع من الحسابات التي تقوم بها حماس. علينا أن نتذكر أن هناك مواطنان إسرائيليان لا يزالان في احتجاز أو رهن اعتقال حماس. ربما حماس تحاول بهذه الطريقة التوصل إلى نوع من الصفقة، علمنا بأنه بعد نشر الأنباء حول وجود الإسرائيليين في باعتقال حماس أو في سجن حماس لم تتوفر أو لم تكن هناك أي مبادرة لتحريك هذا الموضوع. ربما تحاول حماس بهذه الطريقة التوصل إلى انطلاقة فيما يتعلق بالمواطنين. نعم، ولكن في ذات الصدد في سياق منفصل، يعني يبدو وكأن ملف إسرائيل أو هذا الحساب المفتوح طويل الأمد مع غزة لم ينتهي. قبل قليل فقط وقعت قذيفة صاروخية جديدة مرة أخرى في الجنوب الإسرائيلي، لم تبقى إصابات، ولكن يبدو أن هذا الملف لازال مفتوحا على مصراعيه. وعلى ما يبدو أيضا أن التسوية العسكرية باتت غير قابلة أو صعبة المنال جدا من قبل إسرائيل. هل توافق مع من يقول اليوم في الجانب الفلسطيني وخصوصا حركة حماس أن إسرائيل غير قادرة على إخضاع حركة حماس أو ربما الحد من قدراتها العسكرية؟ لا 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 أعتقد، يبدو أنه في هذه المرحلة، وعلينا أن 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 نضع التمييز أو الفرق بين قضية الجنود ورفات الجنود والجنود المحتجزين والتوازن العسكري الموجود بين إسرائيل وحماس. هناك مصالح واضحة لحماس، عدم فتح معركة عسكرية ضد إسرائيل. لا يبدو لي أن حماس أدركت جيدا خلال العملية الأخيرة ما نتائج أو ما الثمن الذي كان لهذه المعركة العسكرية. علينا أن لا ننسى نتائج المعركة العسكرية وكيف انتهت. أرام أن هناك تساؤلات في الجانب الإسرائيلي إذا كانت إسرائيل فعلا قد توصلت إلى نتائج عملية وملموسة. لا، الموضوع هو ليس بسهل، لا يمكن حل هذه القضية بمعركة عسكرية أو بوسائل عسكرية فقط. لا شك أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تنتهي بس، لا تزال مفتوحة. ربما الدوائر القادمة قد تأتي لا نعلم بأي ظروف، ولكن ملف أو قضية الأسرى والرفات والمحتجزين هذه قضية مفتوحة. حماس تحاول طوال الأشهر الأخيرة وبعد انتهاء المعركة العسكرية التوصل إلى نوع من الإنجاز. محاولات اختطاف جنود في الضفة الغربية تتواصل وكذلك في مناطق أخرى. في هذه المرحلة لا تستطيع أن تصل إلى أي نتائج ملموسة. تحاول بهذه الوسائل السيكولوجية، المعركة السيكولوجية التي تواصل ممارستها التوصل إلى أي نتيجة في هذه المرحلة بلا جدوى. الخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية السيد يار عليمة، شكرا جزيلا لك.